السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع. اليوم بنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي بتؤرق ناس كتير وبيفكروا فيها بشكل شبه يومي. في ناس كتير صرفت فلوس عليها كتير وخدت كورسات وتعبت فترة طويلة وحاسين إن هما ما أنجزوش وما وصلوش للمستوى اللي هما كانوا محتاجينه. الموضوع هو تعلم اللغة الإنجليزية. النهاردة إحنا بنتكلم مش بروفيشنال، مش بتكلم ان انا هديك كورسات لغه انجليزيه ولا ازاي هتتعلم انجليزي، بس انا بقول لك طريقه من الطرق الفعاله جدا اللي انا شخصيا استخدمتها على مدار سنوات وحاسس ان اتعلمت منها حاجات كتير. الطريقه هي الاوديو بوك. ايه هو الاوديو بوك؟ بالعربي معناه الكتاب المسموع. ايه هو الكتاب المسموع؟ ان انت بتسمع للكتاب باللغه الانجليزيه في اي مكان وفي اي وقت، وانت نايم وانت في السياره وانت قاعد وانت ملان مش لاقي حاجه تعملها تقدر تسمع الكتاب. ولكن النهارده انا بتكلم في جزئيه تانية اجمل بكتير، وهي ان انت هتقرا وتسمع في نفس الوقت، ودوت موضوع مهم جدا لرفع مستوى اللغه الانجليزيه. يعني انت هيبقى قدامك النص وفي نفس الوقت حاطط السماعه في ودانك، فبتسمع النص اللي قدام عينك ده، فبتربط الكلمات اللي قدام عينك بالنطق الصحيح اللي انت بتسمعه ودانك. وطبعا الطريقه دي لازم تستخدم نيتف ريدر، اللي هم الناس اللي بتقرا باللغه الانجليزيه، ان هم يكونوا انجليز اصلا. تمام. النهارده احنا بنتكلم في موقع من المواقع الرائعه اللي انا فعلا اكتشفتها من سنوات وبحس ان ده كنز. كنز اولا لمحبي الثقافه اللي عايز يطلع على كتب ويقرا كتب في كافه النواحي، سواء كتب علميه، سياسيه، تاريخيه، كتب اطفال، قصص. الكتاب لذيذ جدا لمحب الثقافه، وفي نفس الوقت انت تستخدمه في تعلم اللغه الانجليزيه ورفع مستواك في اللغه الانجليزيه. ان انت اولا هوريك الطريقه واحده واحده كده، اهوت ازاي تنزل الكتاب، تمام، وفي نفس الوقت شغال قدامك على بي دي اف ان انت تقراه، وفي نفس الوقت تسمعه في نفس الوقت سواء بالموبايل او على الكمبيوتر اللي عندك. خليكم معايا وهوريه لكم خطوه خطوه ازاي تتم العمليه ديت، وان شاء الله هي سهله جدا، واول ما تعرفها هتحس قد ايه ان انت كان ضايع منك حاجات كتير، وهتلاقي ان مستوى اللغه بتاعك بيزيد بشكل يومي. طبعا هنبدا بالحاجات السهله، ما نبداش بالحاجات الصعبه. القصص القصيره، سواء قصه ممكن صفحه نص صفحه، قصص قصيره ليك ولاولادك، تعلمهم الاولاد اللغه الانجليزيه بشكل لذيذ وممتع. خليكم معايا وهنشوف خطوه خطوه ايه اللي هيتم. رجعنا لكم تاني مع الشرح حوالين الموضوع بتاع الاوديو بوك وازاي استفيد منه. نفتح الجهاز، بعدين هفتح البراوزر. تمام، ادي البراوزر، في سيرش هنكتب لويال بوكس الويب سايت بتاعنا. تمام، ادي الويب سايت 7000 كتاب او اكتر من 7000 كتاب. ادي الواجهة بتاعت المكتبة، منظمة وشكلها جميل ومنسق. ادي على اليسار انواع الكتب. تمام، هنختار الانواع اللي احنا بنحبها. عندك التوب 100، وعندك كتب الاطفال وغيرها وغيرها وغيرها. هنختار مثلا حاجة في للتشيلدرن. تمام، ادي مجموعة كتب الاطفال، طبعا مئات من الكتب، قائمة كبيرة جدا. وهنلاحظ وجود الكتب العالمية زي كتاب الساحر اوز وبنوكيو وغيرهم من الكتب المشهورة اللي حتى شفنا لها افلام. وادي ممكن نضرب دلوقتي مثال ونختار اي حاجة نشوف بيه الشرح. عندنا مثلا كتاب ريدي فاكس، هنفتح الكتاب، هيظهر قدامنا ادي نص الكتاب. تمام، تحت هنا على اليسار هنلاقي الاستماع، ممكن تسمع اونلاين او ان انت تحمل. تمام، ادي في تحميل وادي في الاستماع، وتقدر توقف بسهوله جدا وتختار التشابتر اللي انت عايزه. يعني انت مثلا النهارده خلصت تشابتر 1، تاني يوم تدوس وتبدا تشابتر 2. تمام، دي الواجهه بتاعته. هنلاقي كمان على اليمين هنا اهوت قدامنا التحميل، لو انت عايز تحمل الملفات بتاعه الصوت عندك مثلا تقدر تحملها بالام بي 3 بصيغه الام بي 3، وبعدين تشغلها في اي وقت او تحطها على الموبايل او تشغلها في السياره. بعدين بتنزل تحت تلاقي هنا هو انواع القراءه، الكتب اللي تقدر تقراها بانواع مختلفه. يعني عندك الاي بوك، وعندك الكندل، وعندك وعندك التكست انها تفتح لك نص زي نوت باد كده، هو تقدر تقراه اونلاين. ادي الكتاب كامل قدامنا، تقدر تقراه واحدة واحدة. طبعا بتشغل الصوت في الصفحة اللي فاتت،
وتبدأ عينيك تتابع الصوت اللي بتسمعه، فكده يبقى انت بتربط الاستماع مع القراءة في نفس الوقت. تقدر تشغل وتوقف في اي وقت انت عايزه، تمام؟ طيب ادي الجزئية ديت. لما نيجي بقى نشوف مثلا صدفتنا كلمات صعبة او حاجة عايز اعمل عليها تشيك في القاموس، تمام؟ هنبص دلوقتي مثلا اقدر اعمل شيفت على الجزئية اللي انا عايز اعمل عليها تشيك في القاموس، او ان انا عايز اشوف معناها، تمام؟ هوقف الصوت وبعدين ادي اهوت، هناخد مثال او ناخد كوبي مثلا من الكلمتين دولت، واروح افتح جوجل ترانسليت او اي قاموس تاني عندي، تمام؟ ادي جوجل ترانسليت عشان اشوف معنى الكلمة اللي وقفت قدامي، اهو كوبي، واقوم عامل بيست هنا اهوت، واختار اللغة اللي انا عايزها مثلا العربي، يترجم لي للعربي. ادي المعنى قدامي بالعربي، واقدر اخليه كمان ينطق لي الكلمة عشان اتاكد ان النطق الصحيح، فكده يبقى علقة النطق معايا في دماغي ان النطق الصحيح موجود معايا، تمام؟ وارجع اكمل القراءة والاستماع. ده كان شرح النهاردة، اتمنى ان يكون عجبكم وتستفيدوا بيه، وان شاء الله موعدنا مع شروحات قادمة باذن الله. ياريت تتابعوا القناة، وان شاء الله بنوعدكم دايما بفيديوهات مفيدة وجديدة كل مرة. السلام عليكم ورحمة الله.